بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة المحاضرة العاشرة، ودي هتكون عبارة عن مراجعة للروتيشنال موشن وحل بروبلمز على الروتيشنال موشن. احنا تقريبا خلصنا كل حاجة في الروتيشنال موشن، يمكن بس في حاجة أنا نسيت أقولها، المومنتم. المومنتم في اللينير موشن بيساوي ام في، الانجلر مومنتم الام ببدلها باي المومنت اوف انرشيا، واللينير فيلوسيتي ببدلها بالانجلر فيلوسيتي اللي هي اوميجا. يعني الانجلر مومنتم المومنتم في حاله الروتيشنال موشن بيساوي اي في اوميجا. حاجه تانيه، الورك بيساوي الفورس في الديستنس، ده في اللينير موشن. بينما في الانجلر موشن الورك هيساوي، بدل الفورس هيبقى التورك تاو، بدل الديسبليسمنت اللي هي اس هتبقى الانجل اللي هي ثيتا، تاو في ثيتا. ده المفروض الرول اللي بستخدمه علشان اجيب الورك في حالة الروتيشنال موشن. لكن الرول ده يستخدم فقط لو كانت التاو كونستانت، تمام؟ يبقى الورك بيساوي تاو في ثيتا، ويستخدم الرول فقط لما تكون التاو كونستانت. طيب لو ما كانتش التاو كونستانت، المفروض اعمل انتجريشن وحاجة صعبة. فعندي طريقة احسن ان انا اجيب بيها الورك. الورك بيساوي دلتا كاينيتك انرجي، التغير في الكاينيتك انرجي، تمام؟ الرول ده بستخدمه كجنرال رول، سواء كان التورك ثابت او التورك بيتغير، في جميع الاحوال الورك بيساوي دلتا كاينيتك انرجي، تمام؟ فهرجع اقول بقى تاني علشان اجيب الورك، تاو في ثيتا لو كانت تاو ثابتة. ان جنرال في اي حالة الورك بيساوي التغير في الكاينيتك انرجي، تمام؟ طبعا ان انا اجيب الورك بانتجريشن تاو دي ثيتا ده بيبقى صعب. فعلشان كده مهما كانت تاو كونستانت او فاريبل، الورك بجيبه من دلتا كاينيتك انرجي. وهيبقى عندنا بروبلم النهارده فيها الجزء بتاع الورك. ان شاء الله بعد ما نكون خلصنا المحاضره دي هتكون البروبلمز اللي احنا حليناها مع بعض هي البروبلمز دي. كل البروبلمز دي حليناها مع بعض في الليكتشر الاولى والثانيه والثالثه بتاعت النهارده اللي هي في الروتيشنال موشن. طبعا انت بقى لازم تحل باقي البروبلمز اللي هي تعتبر سهله جدا. انا حليت البروبلمز دي اللي هي تعتبر فيها صعوبه. بروبلم 34 و35 و36 انا فاكر كان عندي 2 ديسك مربوطين مع بعض برد، وكان عايز المومنت اوف انرشيا حوالين واي وحوالين زد. واي في مستوى الورقه وزد عمودي على الورقه. انا جبت المومنت اوف انرشيا حوالين واي وكملت البروبلم. تقدر انت تحل وتجيب المومنت اوف انرشيا للمجموعه حوالين زد. الاثنين ديسك دول في مستوى الورقة، والواي كمان في مستوى الورقة، بينما زد عمودي على مستوى الورقة، تمام؟ وإن شاء الله برضو النهاردة هيبقى فيه بروبلم شبه البروبلم دي. بس ما تنساش الديسك، المومنت اوف انرشيا الديسك حوالين الاكسس البربنديكولر وبيمر بالسنتر ام ار سكويرد على 2، حوالين الديامتر اللي زي واي ام ار سكويرد على 4، تمام؟ يعني لما تيجي تشتغل على اي زد للمجموعه بالنسبه للديسك ده، اي زد تساوي ام ار سكويرد على 2، وبالنسبه للديسك ده ام ار سكويرد على 2، وتنقلها بالبارلل اكسس ثيوري لان زد بيربنديكولر
على مستوى الورقة، والأكسس ده بيربنديكلر على مستوى الورقة، يعني بارالل لبعض. المومنت اوف انيرشيا للديسك ده حوالين الأكسس ده ام ار سكويرد على 2، وتنقله لزد بالبارالل أكسس ثيوري. تمام، هنبدأ بأول بروبلم، وهي الصراحة تو بروبلمز بيتكلموا بنفس الطريقة، يعني حتى الرسم هتلاقي ان الرسمة بتاعت البروبلم متكررة في البروبلم دي واللي بعدها، بس التو بروبلمز اقدر احلهم بطريقتين مختلفتين. بيقول لك عندي هنا ديسك الماس بتاعته ام والريجز بتاعه ار. الديسك ده لافف عليه خيط، والخيط اتاتشد معاه ماس ام سمول. بيقول لك ان الاوبجكت ده الماس ام سمول 5.1 كيلوغرام، وقايل لك ان الديسك ده الديامتر بتاعه 50 سنتي، يعني الراديوس 25، الماس 3 كيلوغرام، ادي الام كابيتال 3 كيلوغرام. الديسك ده فري تو روتيت، وطالما الديسك هيلف فالاكسس اوف روتيشن بيربنديكولار على الديسك بيمر بالسنتر، يعني الديسك هيلف كده يبقى الاكسس بيربنديكولار على الورقه وبيمر بالسنتر، يعني بالعربي اي بتساوي ام ار سكويرد على 2. عندي ام للديسك وعندي ار للديسك، اقدر اجيب المومنت اوف انيرشيا للايه للديسك. هيطلب كذا مطلوب منهم التنشن في الواير. طيب انا جبت الاي المومنت اوف انيرشيا للديسك اللي هيلف وهبقى استفيد بيها بعدين، عايز ادرس الاوبجكت ام سمول. الاوبجكت ام سمول ده نازل لينير موشن، بيتحرك لينير موشن، يبقى المعادله اللي تحكمه سيجما الفورس يساوي الماس في الاكسلريشن، مجموع الفورسز اللي بتاثر على الاوبجكت سيجما الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن، بينما الديسك بيعمل روتيشن، فالرول اللي بيحكمه سيجما التورك يساوي اي في الفا. يبقى هنا سيجما الفورس، هنا سيجما التورك، هنا الام بدلها هنا الاي، هنا اللينير اكسلريشن بدلها هنا الانجلر اكسلريشن. خلينا مع الاوبجكت، ايه الفورسز اللي بتاثر على الاوبجكت؟ ام جي الويت والتنشن في الواير، يبقى ام جي ماينس التنشن. ده على اساس ان الام جي مع الموشن فاخدتها بوزيتيف، التنشن عكس الحركه اخدته بالنيجاتيف، مجموع الفورسز دي تساوي الماس في الاكسلريشن، الاكسلريشن دي اللي بيتحرك بيها الماس ام سمول، اللي نازله بيها الماس ام سمول. طيب بالنسبة للديسك، إذا كان هو ده التنشن فده رياكشن التنشن، رد فعله، والتنشن كده ده بيأثر على الديسك تانجينشال فورس، التنشن ده يعتبر تانجينشال فورس للديسك، هي دي اللي هتلففه، يبقى التاو التنشن في ار بيساوي اي في الفا. مين هي الفا؟ دي الانجلر اكسلريشن اللي بيلف بيها الديسك. تمام، دي معادلة واحد ودي معادلة اتنين. المعادلة هنا فيها A مجهولة والتنشن مجهول، المعادلة دي فيها برضو التنشن مجهول والألفا مجهولة. تمام، يعني حتى هذه اللحظة عندي تلات مجاهيل، معادلتين وتلات مجاهيل. لو سألت نفسي دلوقتي مين هي الـ A؟ الـ A هي linear acceleration، العجلة الخطية اللي بيتحرك بها الماس M small. هل أقدر أقول إن الـ A هي العجلة الخطية اللي بتتحرك بها نقطة على الخيط؟ آه، ما هي النقطة اللي على الخيط والماس M small نازلين بنفس الكيفية،
يبقى الـ A دي هي الـ linear acceleration للماس ام سمول او اي نقطة على الخيط. مستحيل الام ونقطة على الخيط واحدة تسبق التانية. يبقى الـ A دي linear acceleration للماس ام سمول او اي نقطة على الخيط. طب والالفا دي مين؟ دي الانجلر اكسلريشن. الانجلر اكسلريشن لمين؟ للديسك، يعني للنقطة دي او النقطة دي او النقطة دي. كل النقط دول بيبعدوا عن سنتر الديسك مسافات متغيرة. النقطة دي، النقطة دي ابعد، النقطة دي ابعد وابعد، بس كلهم ليهم نفس الالفا. احنا متفقين الالفا والأوميجا والثيتا اللي هما الأنجلر بارامترز لأي بوينت على الديسك وهو بيلف ذا سيم. اللي بيتغير هو الفي، الاي، الاس اللي هي اللينير اي بارامترز لأي نقطة على الديسك وهو بيلف. التلاتة دول بيعتمدوا على المسافة ما بين النقطة وسنتر الديسك. المهم يبقى الألفا دي هي الأنجلر أكسلريشن لأي نقطة على الديسك. طب لو جيت للنقطة دي، النقطة دي على مين؟ على الديسك ولا على الواير؟ النقطة دي هي التماس ما بين الواير والديسك. يعني بالعربي النقطة دي أقدر أعتبرها على الواير وأقدر أعتبر إن النقطة دي على الديسك. لو أنا اعتبرت إن النقطة دي على الواير يبقى بتعمل linear motion، ولو اعتبرت ان النقطة دي على الديسك يبقى بتعمل angular motion. هي دي النقطة اللي بتعمل حركة واحدة، اقدر اعتبرها linear او اقدر اعتبرها angular. دي النقطة اللي بدأنا بيها الروتيشنال موشن في بداية المحاضرة الاولى في الروتيشنال موشن. هي دي النقطة او هو ده البارتيكل اللي انا كنت بقصده بيعمل وان موشن. المهم يبقى عند النقطة دي الاي بتساوي الالفا في الار. دي العلاقة بين اللينير والانجلر اكسلريشن عند النقطة دي. بقى عندي كده ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. اقدر احل المعادلات الثلاثة واقدر اجيب ايه. انا لو جيت على المعادلة الاولى ام جي ماينس التنشن هجيبه من هنا اي الفا على ار. بقى عندي ام جي ماينس اي الفا على ار يساوي، المفروض ده يساوي ام في ايه، هكتب الام والاي هجيبها الفا ار. ادي الام كتبتها وادي بدل الاي الفا ار. بقى عندي معادله اهي فيها مجهول واحد اللي هو مين، الفا. هرتب المعادله، عوض عن الام سمول الماس اللي نازله الجي، الام سمول الماس اللي نازله ريديوس الديسك اي اللي حسبته للديسك وادي ريديوس الديسك. من هنا جبت الفا. بعد ما اجيب الفا اروح للمعادله الثالثه اقدر اجيب الاي. بعد ما اجيب الاي اروح للمعادله الاولى اعوض بالاي اقدر اجيب التنشن. يبقى انا كده جبت الالفا والاي والتنشن. وهو كان طالب دلوقتي في المطلوب الاولاني التنشن، بعد كده كان عايز الاي اللينير اكسلريشن بالمتر على السكند سكويرد، اخر حاجه بيقول لك عايز السبيد اللي الاوبجكت هيلامس بيها الارض. هو كان بيقول لك في البروبلم ان الاوبجكت ده بيبعد عن الارض 6 متر، يعني لما هينزل المسافة 6 متر. هو عايز الفيلوسيتي اول ما يقابل الارض، يعني بعد ما يكون نزل مسافة 6 متر. طبعا ده رول اللينير موشن، في سكوير بيساوي في نوت سكوير بلس 2 اي اس. السرعة دي اللي هو عايزها بدأ من ريست 2 اللينير اكسلريشن اللي انا جبتها والمسافة اس اللي هينزلها اللي هي 6 متر. اقدر اجيب الايه
ال V اللي هي ال linear velocity. على فكرة كان ممكن يطلب منك مطلوب زيادة، يقول لك هات ال angular velocity للديسك في اللحظة اللي الماس دي هتلامس فيها الأرض. ساعتها انت جبت ال V، ال V بتساوي أوميجا في R، تقدر تجيب ايه؟ أوميجا. كنت ممكن تجيبها بطريقة تانية، تقول ان الأوميجا بتساوي أوميجا نوت بلس اي تي، بس كان لازم تجيب الايه؟ التايم. تمام؟ يعني تقدر تتصرف في البروبلم بأكتر من طريقة. أنا استخدمت الرول ده علشان كل حاجة كانت عندي ما عدا الايه؟ التايم، وهو ده الرول الوحيد اللي ما فيهوش الايه؟ التايم. تمام؟ البروبلم اللي بعدها، زي ما قلت لك لو تلاحظ ان نفس الرسم، ديسك الماس بتاعته ام كابيتال والريجس بتاعه ار كابيتال، من الديسك نزل خيط، الخيط في اخره ماس ام سمول، نفس الرسم هو هو. هنا عطي لك الار ريديس الديسك 28 سنتي 0.28 متر، الماس اللي نازله لينير موشن ام سمول 4.2 كيلو جرام، ومش عاطي ام كابيتال ماس الايه؟ الديسك. طيب ايه اللي هو عطيه لك؟ زي ما قلت لك radius الديسك given، الديسك بيعمل روتيشن من غير فريكشن، الاوبجكت 4.2 كيلو جرام، suspended من الفري اند للواير، متعلق من الفري اند للواير، السيستم ريليزد فروم ريست، بدا من سكون، الاوبجكت هنا بقى المهم، الاوبجكت نزل with constant acceleration، يعني الاوبجكت ده نازل ب constant acceleration، نزل moves downward distance 3 متر في 2 seconds، يعني الاوبجكت ده نزل مسافة 3 متر في 2 seconds. من المعطى ده اقدر اقول ايه؟ S بتساوي V نوت T بلس هاف A T squared، الديستانس ترافلد باي الماس M سمول 3 متر، بدءا من ريست V نوت بتساوي 0 هاف الاكسلريشن اللي نازله بيها A بعد 2 seconds، ادي التايم 2 وادي السكويرنج. كده جبت ال A اللينير اكسلريشن للماس M سمول. وعلى فكرة linear acceleration للماس M small هي نفس linear acceleration لبوينت على الواير. طيب تقدر تجيب الفاينل velocity للأوبجكت ده بعد مرور ثانيتين؟ يعني تقدر تجيب الفاينل velocity للأوبجكت ده قبل ما يقع على الأرض، بعد ما نزل مسافة 3 متر؟ V بتساوي V naught plus AT، بدأ بإنيشال فيلوستي 0، الـ A بواحد ونص جبناها، والتايم ثانيتين يبقى 3، يعني الأوبجكت ده في النهاية هيبقى الفيلوستي بتاعته 3 متر بير سكند. يبقى حتى هذه اللحظة أنت جبت الـ acceleration اللينير للماس M سمول، وعلى فكرة تقدر تجيب منها الانجلر اكسلريشن الفا للنقطة على الديسك اللي هي لأي نقطة على الديسك. ما انا قلت لك الرول اللي في البروبلم اللي فاتت ده ايه؟ بتساوي الفا في ار، الفا دي الانجلر اكسلريشن لأي نقطة على الديسك. في البروبلم الجديدة اللي عندنا انت جبت الاي وعندك الار، تقدر تجيب منها الفا، والاي دي ثابته، هو قايل لك انها نازله بكونستانت اكسلريشن، وجبت الفيلوستي للاوبجكت ده لما نزل 3 متر. الفي اللي انت جبتها دي بتساوي اوميجا في ار، يعني تقدر تجيب من الفي دي اوميجا، والاوميجا دي تبقى سرعه الديسك في اللحظه النهائيه.
طبعا هو سرعته الدورانية الابتدائية الانيشال بزيرو. من في بتساوي اوميجا في ار تقدر تجيب اوميجا اللي هي الفيلوسيتي للديسك بعد مرور ثانيتين، تمام؟ وهو ده اللي هسألك عليه. Can you get omega for the disk after 2 seconds؟ اه، v بتساوي omega في r تبقى الاوميجا بتساوي v على r، قدرت اجيب الايه الاوميجا، تمام؟ طيب دلوقتي بقى apply the conservation of energy for the system. هتعمل ازاي conservation of energy؟ الماس دي في الاول كانت متعلقه فوق الارض ب 3 متر، يعني ليها potential energy mgh. كل ما الماس دي بتنزل بتقرب من الارض، يعني البوتنشال انرجي بتقل. ليه البوتنشال انرجي بتقل؟ لانها بتتحول الى كاينتيك انرجي. كاينتيك انرجي لمين؟ للديسك اللي كان ثابت وبدا يلف، للام سمول اللي كانت ثابته وبدات تتحرك وتاخد فيلوسيتي. يبقى الـ mgh الـ potential energy للماس m small هتتحول لكاينيتيك energy للديسك وكاينيتيك energy للماس m small. في نهاية البروبلم بعد ثانيتين، بعد ما تكون m لمست الأرض، هيكون كل الـ potential energy اتحولت إلى كاينيتيك energy للديسك وللماس m small. فانا هاجي اكتب ام جي اتش بتساوي هاف ام في سكويرد بلس هاف اي اوميجا سكويرد، تمام؟ ام جي اتش دي بوتنشال انرجي اللي في الاول، اللي في الاخر اتحولت لكاينيتيك انرجي للاوبجكت ام والديسك اللي بيلف. بس انا اقدر اقول دلوقتي ان الام عندي والجي عندي واتش هتنزل 3 متر، هاف الام سمول عندي الماس اللي ساقطه دي الفيلوسيتي اللي هتوصل لها قبل ما تلمس الارض، عندي الهاف، ما عنديش الاي، عندي الاوميجا اللي هتوصل لها فاينالي بعد مرور ثانيتين، ادي الايه الاوميجا. من هنا اقدر اجيب الايه الاي، وانا اللي عارفه ان الديسك ده بيلف كده، يعني الاكسس اوف روتيشن بيربنديكولار على مستوى الديسك بيمر بالسنتر، يعني الاي بتساوي هاف ام ار سكويرد. طالما انا عرفت الاي اقدر اجيب الام، لان زي ما قلت لكم الاي بتساوي ام ار سكويرد على 2، عندي الاي جبتها وعندي الار، اقدر اجيب الماس. ماس مين دي؟ طبعا ماس الديسك. هو كان طالب كمان الروتيشنال انرجي للديسك بعد 2 سكندز، ده كنت ممكن اجيبها من هاف اي اوميجا سكويرد. اوميجا دي الانجلر فيلوسيتي للديسك بعد مرور ثانيتين اللي انا جبتها هنا، والاي جبتها بعد ما حليت الايكويشن دي، يبقى هي دي الروتيشنال انرجي للديسك بعد مرور ثانيتين اللي هو الترم ده. طيب هات السنترال سنتريفيكال اكسلريشن اللي هي الراديال اكسلريشن، السنتريبيتال اكسلريشن اللي هي الراديال اكسلريشن. وعلى فكره المطلوب ده انا مزوده من عندي، لو ترجع للبروبلم الاساسيه هو كان عايز الروتيشنال انرجي بعد ثانيتين، كان عايز يجيب المومنت اوف انرشيا، كان عايز يجيب الماس. التلات حاجات دول انا خلاص جبتهم، ادي الاي، ادي الروتيشنال انرجي، ادي الماس، دي زودتها. عايز السنتريبيتال اكسلريشن، وقلت لك لما يطلب السنتريبيتال اكسلريشن اللي احنا ساعات بنسميها راديال اكسلريشن لازم يحدد فين وامتى، علشان كده بيقول لك على لبوينت على الديسك ايدج، الايدج بتاع الديسك، يعني عايز يجيب السنتريبتال اكسلريشن للنقطه اللي على طرف الديسك، نقطه بتبعد عن السنتر ار كابيتال. اجي حدد النقطه امتى؟ بعد 1.2 ثانيه.
طيب السنتريبيتال اكسلريشن اوميجا سكويرد في ار، ده الرول بتاعها. اوميجا لازم اجيبها، اوميجا اللي وصل لها الديسك بعد 1.2 ثانية اجيبها ازاي؟ زي ما قلت لك انت لما جبت هنا الاي ممكن من الاي دي تجيب الالفا، الانجلر اكسلريشن اللي بيلف بيها الديسك، ادي الالفا اهي. اوميجا بعد 1.2 ثانية بتساوي اوميجا نوت بلس الفا تي، والتايم تعوض عنه ب 1.2 سكند، يبقى هي دي الاوميجا. واضح ان الاوميجا دي اللي انا لسه جايبها سرعة الدوران للديسك اقل من اوميجا دي، لان الاوميجا دي اللي هيوصل لها بعد ثانيتين، بينما الاوميجا دي اللي وصل لها بعد 1.2 سكند. تمام. بعد كده عوض في الرول وعندي الار ب 28 سنتي لان النقطة اللي عايزها على ايدج الديسك. بالطريقة دي اقدر اجيب السنتريبيتال اكسلريشن لهذه النقطة. تمام. هناخد دلوقتي بروبلم. البروبلم دي انا عملتها بحيث احط فيها تقريبا كل حاجة في الروتيشنال موشن. تمام. فيها من كل جزء درسناه مطلوب الى حد ما. يعني البروبلم دي عبارة عن ايه؟ رد الماس بتاعته ام سمول واللينكس بتاعه ال، اتاتشد معاه ديسك بماس ام كابيتال والريديس بتاعه ار كابيتال، والام والال جيفن، والام كابيتال والار كمان جيفن. هيقول لك ان الجروب ده اللي هو الرد والديسك اللي ملزوق فيه هيعمله روتيشن حوالين اكسس بيربنديكولار على مستوى الورقه. وطبعا انا راسم الديسك في مستوى الورقه، يعني الاكسس اوف روتيشن عمودي على مستوى الورقه يعني عمودي على مستوى الديسك، علشان كده مبين الاكسس اوف روتيشن على هيئه كروس يعني عمودي على الورقه. يعني بالعربي الرد والديسك هيلفوا كده في مستوى الورقه. المهم بيقول لك ان الجروب روتيت اباوت ان اكسس بيربنديكولار تو ذا رد وباسنج الايدج بتاع الرد. طبعا انت لما تقرا ان الجروب بيلف حوالين اكسس بيربنديكولار على الرد، طب ما هو الاكسس ده يعتبر بيربنديكولار على الرد، والاكسس البيربنديكولار على البيبر على الورقه برضو بيربنديكولار على الرد. علشان كده هو قال لك as in figure، يعني كما هو موضح بالشكل، الاكسس عمودي على مستوى الورقه يعني عمودي على مستوى الديسك، ما تنساش. طيب المهم بيقول لك دلوقتي ان الانجلر بوزيشن لبوينت على الرد، الانجل اللي تعملها بوينت على الرد ثيتا بتساوي 2 تي تو باور 3 بلس 4 تي سكويرد بلس 2. السؤال دلوقتي قبل ما نحل المعادله دي بتدي لك الانجل اللي بتعملها نقطه على الرد ولا نقطه على الديسك ولا نقطه عند التقاء الرد بالديسك؟ اي نقطه الثيتا دي هي الانجل اللي بتعملها اي نقطه على السيستم ده، لان ما تنساش ان الثيتا والاوميجا والالفا الانجلر بارامترز لاي نقطه من الجسم اللي بيلف ثابته، لا تعتمد على البعد عن محور الدوران، لكن اللي بيعتمد اس وفي واي اللي هم الثلاثه لينير بارامترز، هم اللي بيعتمدوا على البعد عن محور الدوران. لكن لما مركز الديسك يلف لفة كاملة في ثانيتين، النقطة دي على الرد هتلف برضو لفة كاملة في نفس الثانيتين، الانجلر بارامترز ذا سيم.
وبيقول لك ان ثيتا بالراديان والتي بالايه بالسكند. اول مطلوب عايز المومنت اوف انيرشيا للجروب حوالين الاكسس اللي هو عطيه لك اللي هو بيربنديكولار على الورقه. بالنسبه للرد ام ال سكويرد على 12 ده المومنت اوف انيرشيا للرد حوالين اكسس عمودي على مستواه وبيمر بمركزه. يعني ام ال سكويرد على 12 ده المومنت اوف انيرشيا للرد حوالين اكسس عمودي على مستوى الورقه وبيمر بالسنتر. بس هو مش عايز الاكسس ده، عايز الاكسس ده، فهنقل من هنا لهنا بالبارلل اكسس ثيوري. تمام، علشان كده ام ال سكويرد على 12 بلس ام المسافة ما بين الاكس اللي بيمر بالسنتر والاكسز اللي بيمر بالايدج اللي على 2 اللي على 2 سكويرد يطلع ام ال سكويرد على 3. واظن احنا استنتجنا قبل كده ان المومنت اوف انيرشيا للرد حوالين اكسز بيربنديكولار وبيمر بالايدج ام ال سكويرد على 3. عوضت بالماس وعوضت بالال، الماس عندي 2150 جرام وعندي ال L 20 سنتي، اقدر اجيب المومنت اوف انيرشيا للرد. للديسك انا عندي الديسك المومنت اوف انيرشيا للديسك حوالين اكسس عمودي وبيمر بالسنتر، عمودي على الورقه وبيمر بسنتر الديسك، ده بيساوي ام ار سكويرد على 2. اوعى تنسى المومنت اوف انيرشيا لديسك حوالين اكسس عمودي على مستوى الديسك وبيمر بالسنتر ام ار سكويرد على 2. حوالين ديامتر يبقى ام ار سكويرد على 4. وبما ان الاكسس اللي انا مهتم بيه عمودي على مستوى الديسك يبقى ام ار سكويرد على 2. بس مش هو ده الاكسس اللي انا اقصده او اللي انا محتاجه او اللي انا طالبه، ده الاكسس اهو بارالل للاكسس ده، الاتنين عمودين على الورقه بس ده بيمر بسنتر الديسك وده بيمر بايدج الرد طرف الرد، المسافه بينهم ال كلها بلس ار. فانا عندي ام ار سكويرد على 2 بلس ام ال بلس ار سكويرد، كده جبت اي للديسك حوالين الاكسس ده، اجمعهم يطلع ده اي للايه للجروب. المطلوب الثاني عايز الكاينيتيك انرجي للجروب عند زمن 3 ثواني، يعني بعد مرور 3 ثواني. انا عندي ده الرول بتاع الثيتا، لو فضلته بالنسبه للتايم يطلع اوميجا، يبقى ادي اوميجا ناتجه عن تفاضل ثيتا بالنسبه للتايم، دي ثيتا باي دي تي تساوي اوميجا. هو طالب الكاينيتيك انرجي عند 3 ثواني، عوضت بالتايم ب 3 ثواني قدرت اجيب اوميجا بعد 3 ثواني، دي الانجلر فيلوسيتي. طيب هو عايز كاينيتيك انرجي للجروب، يبقى هاف اي للجروب في اوميجا سكويرد يطلع لي الكاينيتيك انرجي ده عن بعد مرور 3 ثواني. تالت حاجه عايز الابلاي تورك عند التايم 3 سكند. انا اعرف ان التاو بتساوي اي في الفا، يبقى لازم اجيب الفا الاول، طالما دي اوميجا اعمل لها ديريفاتيف بالنسبه للتايم يطلع الفا. الفا بعد 3 ثواني عوض بالتايم ب 3 ثواني، كده جبت الالفا انجلر اكسلريشن بالريجن على السكند سكويرد. تاو بتساوي اي في الفا، استخدم الاي اللي جبتها وعندي الالفا اقدر اجيب الايه التاو. المطلوب الرابع عايز الراديال او السنتريبيتال اكسلريشن، وانا قلت لك لما يطلب الراديال او السنتريبيتال اكسلريشن لازم يحدد فين وامتى، علشان كده قايل لك فور ذا ديسك سنتر، يعني النقطه اللي عند سنتر الديسك. النقطه اللي عند سنتر الديسك بتبعد عن محور الدوران ال بلس ار، يعني عند المسافه لغاية محور الدوران L بلس R. طيب وقال لك عايز كمان السنتريبيتال اكسلريشن دي عند 3 ثواني، يبقى حدد فين
وامتى. انا عندي الرول بتاع السنتريبيتال اكسلريشن اوميجا سكويرد في ار، اوميجا دي بعد 3 ثواني كنت حاسبها قبل كده، وعندي ال بلس ار اقدر اجيب السنتريبيتال اكسلريشن. المطلوب الخامس عايز الافريج انجلر فيلوسيتي في التايم انترفال في الفترة الزمنية ما بين 3 ثواني و 7 ثواني. عايز السرعة الدورانية المتوسطة الافريج انجلر فيلوسيتي في الفترة الزمنية ما بين 3 ثواني و 7 ثواني. ده الرول اللي انا اكدت عليكم قبل كده للاوميجا افريج، ثيتا 2 ماينس ثيتا 1 على تي 2 ماينس تي 1. ثيتا 2 هي الانجل اللي عملها بعد مرور 7 ثواني، ثيتا 1 ده الانجل اللي عملها بعد مرور 3 ثواني. اعوض في الرول الاساسي اللي هو اعطيهولي مره بالتايم ب 7 ثواني ومره بالتايم ب 3 ثواني، الاقيه بعد 7 ثواني عمل 884 راديان انجل، وبعد 3 ثواني عمل انجل 92 راديان. اقدر اعوض في الرول واجيب اوميجا افريج، وطبعا تي 2 ب 7 وتي 1 بتساوي 3. عايز الافريج انجلر اكسلريشن في نفس التايم انترفال. الرول اللي يدي الفا افريج اوميجا 2 ماينس اوميجا 1 على تي 2 ماينس تي 1، شبه الرول ده بس ده بيدي الفا اللي هي التغير في الفيلوسيتي بالنسبه للتايم، وده بيدي الافريج فيلوسيتي اللي هي التغير في الديسبليسمنت بالنسبه للتايم. ادي اوميجا بعد 7 ثواني، اوميجا بعد 3 ثواني، وعلى فكره كنت جايبها قبل كده. اعوض في الرول اقدر اجيب الفا افريج، ناس انا كاتب هنا ايه افريج، دي الفا المتوسط. المهم بقى وده الجديد اللي في البروبلم دي، الجزء ده يمكن انا ما قلتهوش او قلته بسرعه قبل كده. الورك دان، الورك دان عايز الورك دان في نفس التايم انترفال يعني ما بين 7 و 3 ثواني. الورك الجنرال رول اللي بيدي الورك دلتا كاينتيك انرجي، التغير في الكاينتيك انرجي ده يدي الايه الورك. انا اعرف ان الورك بيساوي تاو في ثيتا، بس الرول ده زي ما قلت قبل كده لا يستخدم الا اذا كانت التاو ثابته، يعني محدش يقول ان يبقى الورك دان يساوي تاو وانا جبت تاو اهي، كنت جايب تاو قبل كده، تاو في ثيتا لا، لان التاو لو تلاحظ تعتمد على الفا، والفا بتتغير مع التايم، يعني في البروبلم دي تاو متغيره، يعني ما اقدرش اقول ان الورك بيساوي تاو في ثيتا، لكن الجنرال رول اللي يجيب لك الورك في جميع الاحوال دلتا كاينتيك انرجي، كاينتيك انرجي بعد 7 ثواني، كاينتيك انرجي بعد 3 ثواني، الفرق بينهم يطلع الورك ايه دان خلال التايم انترفال ما بين 7 و 3 ثواني. مهم الرول ده علشان يجيب لك الورك دان في اي بروبلم سواء كانت تاو ثابته او مش ثابته، الورك على طول يساوي التغير في الكاينتيك انرجي. بروبلم تانيه عايزين نحلها، ودي اللي موجوده في كتاب اعدادي من 89 ل 91، متكرره في كتاب اس اس بي من 29 ل 31، وهي بسيطه جدا جدا. عندي اتنين ديسك ملزوقين في بعض، يعني لما يلفوا يلفوا مع بعض، لافف خيط على الديسك الصغير على محيطه الخارجي، في نهاية الخيط في ماس M 1.5 كيلو جرام، عطيني M1 كابيتال ماس الديسك الكبير والريديس بتاعه، عطيني M2 ماس الديسك الصغير وده الريديس بتاعه، والM small عطيها لي
اللي هي الماسل اتاتشد مع الواير. طبعا انا في البدايه اقدر اجيب المومنت اوف انيرشيا للاتنين ديسك دول اللي هيلفوا، لما الخيط ينزل هيبدا الاتنين ديسك ايه يلفوا. ده الاكسس اوف روتيشن، عمودي على مستوى التو ديسكس وبيمر بمركزهم. طبعا انت لو بصيت من هنا يبان لك الديسك عباره عن سيركل، يعني مستواه يبان من الفيو دي، يبقى الاكسس ده عمودي على مستوى الديسك. علشان كده استخدمت هاف ام 1 ار 1 سكوير بلس هاف ام 2 ار 2 سكوير، كده جبت اي للمجموعه اللي هتلف اللي هي عباره عن 2 ديسك. هو عايز يجيب الفيلوسيتي للام سمول لما تلامس الارض، وهي في البدايه بينها وبين الارض مسافه 2.04 متر. طبعا انا هنا هشتغل على conservation of energy، دي اسهل طريقه تحل لي البروبلم. في البدايه الماس متعلقه بعيد عن الارض ليها potential energy، وكل ما الماس دي بتقرب من الارض البوتنشال انرجي بتقل. ليه البوتنشال انرجي بتقل؟ لانها بتتحول الى كاينيتك انرجي. كاينيتك انرجي لمين؟ للماس ام سمول اللي كانت ثابته وبدات تتحرك، للاتنين ديسك اللي كانوا ثابتين وبداوا ايه يلفوا. بس الماس ام سمول نازله لينير موشن، والاتنين ديسك هيعملوا انجلر موشن. فالام جي اتش هتتحول لهاف اي للجروب في اوميجا سكويرد للجروب بلس هاف ماس اللي نازله في الفيلوسيتي بتاعتها سكويرد. اهم حاجه في البروبلم اوميجا وفي علاقتهم ايه ببعض؟ الفي بتساوي اوميجا في ار، وطالما ان الخيط ملفوف على الديسك الصغير يبقى الفي دي، وعلى فكره في دي سرعه مين؟ سرعه الماس ام سمول او اي نقطه على الخيط. والنقطه اللي على الخيط اللي هنا دي نقطه التماس ما بين الخيط والديسك الصغير، يبقى عند النقطه دي في بتساوي اوميجا في R1 أو أوميجا بتساوي V على R1. أعوض وأخد كومن فاكتور عامل مشترك، أقدر أجيب الـ V، والـ V دي سرعة الماس M سمول قبل ما تلامس الأرض على طول، بعد ما تكون كل البوتنشال إنرجي اتحولت إلى كاينيتك إنرجي للماس M سمول وللاتنين ديسك. بيقول لك حل البروبلم تاني، لو كان الخيط اتلف على الايدج بتاع اللارج ديسك، يعني بدل ما لف الخيط على الديسك الصغير لفيته على محيط الديسك الكبير، هو هو الحل. بس بدل الفي ما بتساوي اوميجا ار 1، الفي هتساوي اوميجا في ار 2، وساعتها اقدر اشيل الاوميجا واكتب في على ار 2. ده الاختلاف الايه الوحيد، يعني بدل R1 هنا هيبقى عندي R2 هنا. نفس الرول ده هو نفس الرول ده، أقدر أجيب الفيلوسيتي اللي هي V للأوبجكت ده قبل ما يلامس الأرض مباشرة. نيجي نحل دلوقتي كمان بروبلم، والبروبلم دي من عندي أنا مش موجودة في الشيت، يعني زي اللي قبلها. بيقول لك سوليد سيلندر ويز ماس 4 كيلوغرام والريديوس بتاعها 20 سنتي افكتد باي اتنجنشال او اكونستانت تنجنشال فورس اللي هي اف اند كونستانت فريكشن تورك تاو ستار. يعني السيلندر دي علشان الففها اثرت عليها بتنجنشال فورس اف، والفورس دي كانت ثابته، وكونستانت فريكشن تورك تاو ستار، فورس تعمل الروتيشن وتورك فريكشن يعاكس الايه الروتيشن. بيقول لك السلندر بدات فروم ريست ووصلت لانجلر فيلوسيتي 120 ريفوليوشنز بير مينيت في 12 سكندز.
عند هذه اللحظة التانجنشال فورس is reduced to half of its value, half of its initial value. يعني قللت التانجنشال فورس للنص والسلندر وقفت comes to rest after making 22 revolutions. يعني واضح ان البروبلم مكونة من 2 stages. اول مرحلة كان بيأثر على السلندر tangential force تلففها وفريكشن تورك يعاكس الدوران، وفي المرحلة الأولى زادت الانجلر فيلوسيتي من 120 revolutions per minute زادت الانجلر فيلوسيتي من 0 ل 120 revolutions per minute، وأخذت المرحلة الأولى 12 seconds. انتهت المرحلة الأولى، بدأت المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثانية التانجنشال فورس قلت للنص، بدل F أصبحت F على 2، والفريكشن تورك زي ما هو بيعاكس الدوران، علشان كده قدر يوقف السلندر بعد ما عملت 22 ريفوليوشن. ال 22 ريفوليوشنز دول ده عدد اللفات اللي عملتهم الديسك السلندر من أول ما قللت التانجنشال فورس. يعني 22 ريفوليوشنز دول عدد لفات المرحلة الثانية لوحدها. قايل لك تيك اي بيساوي ام ار سكويرد على 2، لأن السلندر احنا ما اتكلمناش عليها من الأجسام اللي انت ما تحفظش المومنت اوف انيرشيا بتاعها، لازم يبقى معطى. فهو قال لي ان الاي بتساوي ام ار سكويرد على 2. اول حاجه بيقول لي هات المومنت اوف انيرشيا للسلندر ام ار سكويرد على 2، اعطيني ماس السلندر، اعطيني راديوس السلندر، جبت الاي المومنت اوف انيرشيا للسلندر. عايز الانجلر اكسلريشن في الفيرست ستيج، عايز الانجلر اكسلريشن في المرحله الاولى. نيجي بقى ندرس المرحله الاولى. في المرحلة الأولى الأوميجا زادت من 0 ل 120 revolutions per minute في 12 ثانية. من هنا أقدر أجيب الألفا، أوميجا بتساوي أوميجا نود بلس ألفا تي. أوميجا دي السرعة اللي وصل لها السلندر، السرعة اللي وصلت لها السلندر 120 revolutions per minute. الريفوليوشن الواحدة، اللفة الواحدة زاويتها 2 باي على 60، يبقى بقت على سكند. يعني ده تحويل، ده مش حل. ال 120 revolutions per minute في 2 باي على 60 كده حولتها أوميجا لراديان بير سكند. بدأت فروم ريست. ألفا هي ألفا 1، ألفا بتاعت المرحلة الأولى اللي استمرت 12 ثانية، كده جبت ألفا 1، وطبعا بوزيتيف لأن في المرحلة الأولى السرعة بتزيد. ما زلت مع المرحلة الأولى، سيجما التورك بيساوي أي في ألفا. التورك يساوي التانجنشال فورس في الآر إف آر ماينس تاو ستار. تاو ستار دي الفريكشن، عشان كده حطيتها بالماينس. يعني من الأول عارف إن الفريكشن تورك بالماينس، حطيته بالإيه؟ بالماينس. ودلوقتي أنا بدور على قيمته. يعني طالما حطيت الفريكشن تورك بالماينس، التاو ستار تساوي 4 5 6 7، بتدور على قيمتها بدون الساين. خلاص انت من نفسك حطيت الساين بالماينس من البدايه. اف اف ار ماينس تاو ستار تساوي الفا في اي، ادي الاي وادي الالفا. ده في المرحله الاولى بس، برضو ما عندكش الاف ولا عندك تاو ستار، يعني المعادلة الاولى دي فيها مجهولين. طيب في السكند ستيج، في المرحلة الثانية، السرعة هتقل الى ان تتوقف. خد بالك ايه المعطيات اللي معاك في المرحلة الثانية. عدد اللفات 22 لفة في المرحلة الثانية. السرعة اللي بدأت بيها المرحلة الثانية هي نفس السرعة اللي انتهت بيها في المرحلة الأولى، والسرعة النهائية بزيرو.
يعني بالعربي في المرحلة الثانية ما عندكش أي معلومة عن التايم، زمن المرحلة الثانية مش موجود. فزي ما قلت لك دي المعادلة الوحيدة اللي ما فيهاش التايم أقدر أستخدمها دلوقتي. السرعة النهائية بزيرو عشان هتقف في نهاية المرحلة الثانية. السرعة الابتدائية 120 مع 60 فيها 2 في 2 4 باي أهي. دي السرعة اللي بدأت بها المرحلة الثانية اللي هي كانت نهاية المرحلة الأولى بلس 2. ألفا هنا هي ألفا بتاعت المرحلة الثانية ألفا 2. الثيتا اللي عملتها 22 ريفوليوشن في 2 باي كده حولتها الراديان. طلعت ألفا 2 طبعا بالماينس لأن في المرحلة الثانية كانت الأكسلريشن ديسلريشن لأن السرعة بتقل خلال المرحلة الثانية. كده جبت ألفا 2. آجي بقى ما زلت مع المرحلة الثانية. سيجما تاو تساوي أي في ألفا. سيجما تاو إيه التورك اللي بيأثر على السلندر دلوقتي؟ إف على 2 في آر، ده بعد ما قللت الفورس للنص في الآر يديني الفورس اللي بتسبب الروتيشن، ماينس تاو فريكشن اللي بيعاكس الروتيشن. واضح إن في المرحلة التانية الفريكشن تغلب على التانجنشال فورس، عشان كده الاكسلريشن بالماينس، وعلشان كده السلندر في الاخر هتقف. دي اي ودي الفا 2. عندي معادله 2 ومعادله رقم 1. الاتنين في النون الفورس وتاو ستار. احل 1 مع 2 اقدر اجيب الفورس واقدر اجيب تاو ستار. انا هاخد المعادلة الاولى ماينس المعادلة التانية. اف في ار ماينس اف في ار على 2 تطلع اف في ار على 2. ماينس تاو ستار ماينس ماينس تاو ستار راحوا مع بعض. 8 من 100 كومن فاكتور. يتبقى باي على 3 ماينس ماينس 0.5712. من هنا قدرت اجيب الاف. اعوض بالاف في المعادلة الثانية او المعادلة الاولى اقدر اجيب تاو ايه ستار، وهو كان عايز الاف والتاو ستار. اخر بروبلم عندنا، ودي بروبلم موجودة في الشيت. البروبلم دي سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. بيقول لك عندي هنا رد، الرد رابط فيه تو سفيرز. التو سفيرز بيقول لك تعامل معاهم على انهم بوينت ماسز، يعني تعامل مع السفير اللي على الشمال والسفير اللي على اليمين على انهم ملهمش radius particles. تمام؟ علشان كده السفير اللي على اليمين والسفير اللي على الشمال اللي الماس بتاعتهم ام سمول نص كيلوجرام ما عطاش الريديوس بتاعهم، لانهم قالك اعتبرهم بوينت ماسز يعني بارتكلز. الرد اللي بيربطهم مع بعض ليه ماس 4 كيلوجرام واللينكس بتاعه 2 متر. اول حاجه عايز يجيب المومنت اوف انرشيا حوالين الواي اكسس. سهله قوي، طبعا سهله جدا. الواي يعتبر بيربنديكولار على الرد وبيمر بالسنتر بتاعه. ام ال سكويرد على 12. ام كابيتال دي ماس مين؟ الرد. طيب بالنسبه للبارتيكل اللي على اليمين والبارتيكل اللي على الشمال بالنسبه للواي اكسس، البارتيكل اللي على اليمين بيبعد متر والبارتيكل اللي على الشمال بيبعد عن الاكسس واي متر. الماس في الديستنس سكويرد بلس الماس في الديستنس سكويرد. ام في ال على 2 سكويرد ده للبارتيكل اللي على اليمين بلس ام في ال على 2
سكوير ده بالنسبة للبارتيكل اللي على الشمال. ما تنساش ان المومنت اوف انيرشيا لاي بارتيكل ماس البارتيكل في الديستانس بينه وبين الاكسس سكوير. كده جبت اي للجروب حوالين واي، عايز بعد كده اي للمجموعة حوالين اتش. طب نجيب اي اتش ازاي؟ بالنسبة للرد انا اعرف اي واي، بس انا عايز دلوقتي اي اتش من واي انقل لاتش بالبارلل اكسس سيري حوالين واي. اي للرد ام ال سكويرد على 12 بلس ماس الرد في ال على 2 المسافه ما بين التو اكسس سكويرد. اهي ام كابيتال ال سكويرد على 12 بلس ام كابيتال ال على 2 سكويرد. على فكرة الترمين دول لما يتجمعوا يدوا ام ال سكويرد على 3 وام ال سكويرد على 3. ده المومنت اوف انيرشيا لرد حوالين اكسس بيربنديكولار وبيمر بالايدج، ودي كنا جبناها المرة اللي قبل كده صح، بس انا حاولت اجيبها لك بالبارلل اكسس ثيوري. بالنسبة للبارتيكل اللي على اليمين يبعد قد ايه عن الاكسس اتش؟ يبعد ال كلها، عشان كده ام ال سكويرد. تمام، ام سمول ال سكويرد. الزيرو دي سببها ايه؟ ده البارتيكل اللي على اليمين، البارتيكل اللي على اليمين الاكسس اتش بيمر بالبارتيكل، يعني المسافة ما بين البارتيكل والاكسس اتش بزيرو، عشان كده المومنت اوف انيرشيا بتاعه بزيرو. اجمع اقدر اجيب اي اتش للمجموعة حوالين الاكسس اتش. عايز اجيب اي اكس، اكس ده الاكسس اللي بيمر بالرد بارلل الرد ومنطبق على الرد ومنطبق على التو ماسز. تمام، اسمع بقى، في قاعدة بتقولك لو كان عندك اكسس، على فكرة انا هحل الجزء ده قبل الجزء ده، انا عايز اجيب المومنت اوف انيرشيا حوالين الاكسس كي، ده اللي هبدأ بيه عشان تفهم انا عايز اقول ايه. كي ده بارلل للرد وبيبعد عنه مسافة نص متر. الكي ده قايل لك في البروبلم ان هو بارلل للرد وبيبعد عن الرد، يعني بيبعد عن البارتيكلز مسافة نص متر. القاعدة اللي بقول لك عليها، لو انت عندك اكسس بارلل للرد فساعتها الرد بتعتبره كما لو كان بارتيكل، لان كل نقطة من الرد بتبعد عن الاكسس مسافة ثابتة، يعني ساعتها يطلع المومنت اوف انيرشيا للرد ماس الرد في المسافة سكويرد، ماس الرد في المسافة سكويرد ما بين الرد والاكسس. والمومنت اوف انيرشيا للبارتيكل ام، الام سمول في المسافة سكويرد، الام سمول في المسافة سكويرد، يعني البارتيكل والرد والبارتيكل اللي على الشمال كلهم يعتبروا كما لو كانوا بارتيكل، الماس في الديستانس سكويرد. ادي هنا ام بلس ام بلس ام سمول في المسافة سكويرد، ادي طلع اي كي. طب بالنسبة لإكس بقى، المسافة هنا بزيرو، تبقى كأن الماس كلها في زيرو سكويرد، عشان كده الاي اكس يطلع بزيرو. يبقى انت في البروبلم دي طلعت بمعلومة ممتازة، ايه هي؟ ان المومنت اوف انيرشيا لرد حوالين اكسس بارلل لي يساوي ماس الرد في الديستانس سكويرد. لو رجعت لأول ورقة في الليكتشر بتاعتنا، البروبلم دي عندي ديسك على اليمين وديسك على الشمال ورد، هنا ديسكس
يعني بوديز مش بارتيكلز. ديسك يمين ديسك شمال ورد، تمام؟ لو طلبت منك اسمع المومنت اوف انيرشيا للمجموعه حوالين الاكسس ده، اكسس بارلل للرد، فهتجيب ازاي المومنت اوف انيرشيا للمجموعه حوالين الاكسس ده؟ بالنسبه للرد ماس الرد في الديستنس سكويرد. طب بالنسبه للديسك اللي على اليمين والديسك اللي على الشمال، ما تنساش ان الاكسس المطلوب عامل كده، الاكسس ده بارلل ليه، يعتبر ديامتر في الديسك الاولاني يعتبر ديامتر في الديسك الثاني، يعني للديسك ده حوالين الاكسس ده ربع ام ار سكويرد، وللديسك ده حوالين الاكسس ده ربع ام ار سكويرد، ربع ام ار سكويرد بلس ماس الديسك في الديستنس سكويرد، يبقى انت قدرت تجيب المومنت حوالين الاكسس اللي هو بارلل لمين؟ للرد، تمام؟ شطارتك انك تقدر تشتغل بنظرية المحاور المتعامدة والمتوازية بطريقة سهلة، تقدر تحل اي بروبلم وربنا يوفقكم بإذن الله، تمام؟ ونقابلكم في المحاضرة اللي جاية اللي هي ان شاء الله هتكون اخر شابتر اللي هو الفلويد فلو. المحاضرة اللي جاية الاسبوع اللي جاي هناخد فيها الفلويد فلو وهنحل كده كام بروبلم عليهم، والمحاضرة اللي بعدها آخر محاضرة أسئلة على الفلويد فلو وأي بروبلمز نحتاجها، يعني هتبقى كإيه كمحاضرة مراجعة بإذن الله.